السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف راكم تشوفوا اليوم؟ راح ندير تاكوز بالدجاج كيما راكم تشوفوا. زدت على الدجاج قطعته بلاطه مقليه. عندنا خبز تاكوز كيما راكم تشوفوا المكونات. طابل الدجاج، عندنا صوص ميزون، عندنا فرماج غابي، عندنا هريسه كيما راكم تشوفوا. وزيناهم فصلناهم كيما خدات، انتي وذوقك كيما تحبي تفصليهم. هذا هو الشكل النهائي تاع تاكوز تاعنا، جا بالطبع والشان. ما تنساوش الاشتراك والقناة. سلام.